ميلاد الانتفاضة يعني كانت عندي شعلة تنوريت السيارة من النحاس قدم شعلة غادرت قاعة يحيى تمتلك فوق ظهري ونعيط أديولاري بيبلاري بيبلي دخلت المدرسة متاعي قمت نبكي وبعدين نحط الصورة هذه صبيتها من برونز صبيتها من برونز عاد وقت اللي جاء وقت اللي عملوا الكونكور ما شاركش خليه ما شاركش لا ما شاركش يا حبيب عاشور الحبيب حبيب ما اسمه حبيب عمار كان مضروب على يده يجي بحذايا يعني حتى السيد الرئيس عم يطلبوا من هذا برايم يكون في هذا الجو جاء شافه حتى تحس وقش صوره نقاش احمد الكاشف لا جاي نتاع الغدو الحي اخر نهار كان يجي خليه برايم ما شاركش ما شاركش قال علاش قلت له يا تصدق رئيس كل رئيس كل مرة بتكون يجوا نعمل الوزارة نعمل الصحافة وكل وما وصلوني ما حسيت شيء قال لي بوا شارك ما عندي هذه شو مستني درت وقلت له شوف السكوت هذه قلت ربما هذه تناسب قال لي إيش قولك وكنت قلت نشوف والله ما اقتنعت في الليل تفلي خم في الآخر قلت هات نمشي نترشها ونشوفه مشيت هزيتها لإدارة الحزب وقت قدمت لإدارة الحزب شو بيقول تقول هو غير نار قلت لك عجيدي الله غالب وين الرابور قلت له تقول ونجيبه وفي ساعة هزهم للرئيس ما يعرفش متاع شكون قالوا متاع شكون قالوا ما نعرفوش قلت ما عندهمش اسمي لا اسمي لا مساحة لا شيء قعدوا تقريبا 20 يوم يلوجوا عليا يعمل تليفون للحزب وإبراهيم عباس محسن يعمل تليفون كان البروتوكول يعمل تليفون الحزب ما هوش موجود بالكل ما قاين ما عرفناش نهار عملوا تليفون عملوا على سوكا واحد بحذاها قالوا شبيه قالوا راهو تم واحد لمس السكرتير نتاعو ولا نعرفوا شكون هو وتقبل قلت له وين السكرتير وراه السكرتير قالوا كان يثبتني ربي قال لي شفت عنده قسنطين ابراهيم بالتليفون قال لي شلت الكونغو تشارك باش بشعله قال لي هذيك قال ايش حصلوا من ثم هذا تاريخ البداية نتاع النحتر يعني عندي موجودة أون برونز وجبتها باش تشوفوها باش عاد قلت لك بون الخلاصة هذه ثورة حتى النصر مقفها ثم تكتيبة قفها تحبوا تشوفوها عنوانها ثورة حتى النصر تبدأ من القاعدة تبدأ من اللوطة وطلع الفوق العربية تبدأ من فوق وقت ياسر عرفات قال لي كيفاش العربية من فوق اللوطة قلت له القاعدة تبدأ من اللوطة سيدي الرئيس فهمت القاعدة من اللوطة وسبع من فوق الله ودربه وستنتصر إن شاء الله إن شاء الله بيحول له شهرين ونص خدمة هذيك بالبرونز هذيك تكون في إسبانيا ما عادش قديش مليار عيسى